حضرتك بتتكلم عن الصادرات الرقمية أصلا في حد ذاته، بالزبط. ده مصطلح احنا مش متعودين عليه. يعني ايه صادرات رقمية؟ يعني الألعاب موجودة على مش عارفة بنقول أسامي ولا بنقول يعني على البلاي ستور وغيرها، يعني احنا طبعا. لما بيحصل لها داونلود أو لما حد بيقوم بتنزيل هذه اللعبة، الفلوس دي بقى بتتحط بشكل ما في بتدخل جوه صادراتنا ازاي؟ يعني احكي لي. طيب هقول لحضرتك، خلينا نتكلم على حد في مصر، ولد طفل بيلعب لعبة بره، فهو علشان خلاص بقى عندنا شبكات والشبكات مربطة الدنيا كلها ببعض، فهو بيلعب على اللعبة واللعبة موجودة على السيرفر بره. اللعبة ممكن تبقى مجانية، يخش عليها يلعب، يبقى اتاتش للعبة، مرتبط بيها قوي، بعد شوية تبتدي اللعبة تطلع له إعلانات فيضطر ان هو يتفرج على الإعلان عشان يكمل اللعبة. طبعا. فالشركة اللي هي صاحبة اللعبة بتبقى متفقة مع حد عشان يعملوا إعلانات ويخش لهم مكسب. الجزء الثاني إن هو جوه اللعبة فيه مستويات، أيوة. وكل مستوى بيبقى فيه مثلا أسلحة أكتر، مش عارف درع، مش فدي بقى بفلوس. دي بفلوس. فالطفل في الوقت ده بيروح رايح لبابا أو لماما، أنا عايز أشتري بتاع دي مهمة قوي، دي بسيطة، دي بتحصل لنا كتير في بيوتنا، بتحصل في كل حتة يعني. في ميزانية الموضوع ده بالظبط. فالكريدت كارد، فيزا، الفلوس بتطلع، اللي بتطلع دي بتطلع بالدولار لأن هي الشركات عالمية، فلذلك في نسبة كبيرة من العملة الصعبة بتطلع للشركات ديت من الدول العربية. مصر على فكرة من يعني مصر والإمارات والسعودية من أكتر الدول العربية اللي فيها عدد من اللاعبين، وأكتر ثلاث دول بتنفق على الألعاب الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط كله، فالفلوس دي بتطلع بره. إحنا بقى عايزين نقلب الآية إن إحنا نبقى الألعاب الإلكترونية، نعمل تطوير لألعاب إلكترونية محلية، والألعاب الإلكترونية دي تنتشر بقى. طب هل يا باشمهندس